سبحان الله. القمطر أيها الكرام الفضلاء هو من الأوزان، هو من يعتبر من الأوزان. القمطر مثلا يقول هذا يعني مثلا وجد عنده يعني مجموعة، ولو تزن نقول كيلو من الكتب إلى غير ذلك. قمطر يعني يعني زنبيلا كبيرا مليء بإيش؟ مليء ب مليء بالقراطيس والطروس والكتب. فقال يعني هذا علمك كله، كأنه يتعجب يعني هذا كل ما عندك من العلم، يعني هذا القمطر الذي نحن نراه، يعني هذا المجموعة من الكتب ومن المصنفات. فقال إن هذا من حق لكثير، يعني قال كل هذا لو كان فيه حق يعتبر أنه هو علم كثير. وليس العلم كثرة العرض، ولكن العلم الخشية، وكما قال علي هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، ونكمل في مجلسنا القادمات إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.